مرحبا بكم في المشاهدة الحقيقة نختم بالجانب الثقافي ضيوفي حاضرين ولكن على نقطة خارجية أخرى مع زميلتي حنان القاسمي نحكي ياسر على جانب الأسعار وبدينا مع سي فوزي زيني باش نشوفوا بعينينا مع الكاميرا نتاعنا مع حنان القاسمي في مرشي لفايات حنان عندك الخط مرة أخرى نرجع لك شكرا لك إيناس أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا أحنا متواجدين في السوق البلدي لفايت من خلال جولتنا لاحظنا اللي فما نقص كبير في الخضر لكن رينا ما شاء الله خيرات في الغلال ونعرفوا أحنا الوقت هذايا في آخر ربيع وداخلين على صيف فما برشا أنواع متاع غلة اللي لقيناها فيها برشا جمالية وديكوراسيون تجلب الحريف حبينا نمتعوكم أنتم معنا ونعرفوا برشا ناس مغرومة بالغلة وخاصة في الصيف يكثروا شوية من الغلة نبداو على بركة الله وجولتنا مع الخوخ بوتابكايا اللي نعرفوا عادة يكون متواجد يوجد اكثر في الصيف لكن الحمد لله القناه هاو موجود اليوم وبكثره في السوق البلدي لافايات والسوم نتاعو سعره 5000 هاكم قاعدين تشوفوا فما اخر نتاع غله اللي يجي في ساعه في ساعه وفي ساعه نفقدوه وفي ساعه ما نلقاوش اللي هو البصاع والكلنا نحبوه البصاع هذي واللي هو زيد اليوم في لافايات ب 5000 هاكم قاعدين تشاهدوا التفاح الاحمر والاخضر ما شاء الله الخوخ العادي زيد نلقاوه عادة في الصيف لكن هاو موجود متوفر توا قبل أواخر شهر ماي اه خمسة آلاف زيد الكيلو نتاعو هاكم قاعدين تشوفوا في ديكوراسيون مزيانة برشا وخيرات ربي ما شاء الله اه المشمش اللي كنا حكينا عليه هاو اه اه اللي كنا حكينا على البوساع لكن زيد المشمش يجي من نوع الغلة اللي في ساعة في ساعة في ساعة, ساعة ما نلقاوش وفما برشا عبيد حتى توصل ما تخلتش عليه اه ستة آلاف زد الكيلو نتاعو اليوم في السوق البلدي لفيات البنان اليوم ب 7000 سومو وحاجه اخرى الحقيقه انا نحبها برشا برشا وبرشا ناس يحبوها ويشاطروني اكيد فيها الراي التوت التوت والتوت اللي لقيناه اليوم موجود هو توت الحمامات فما لقينا زيدا توت رفرف التوت, رف رف التوت اللي, اللي تشاهدوا فيه هو ارتلب ب 3500 وكيلو نتاعو على 7000 هاكم تراو ما قلت توت الحمامات البطيخ زيد نلقاوه في عز الصيف لكن موجود على بكري قداش كيلو البطيخ خمسة الاف كيلو البطيخ بخمسة الاف نعرفوا هذوما انواع الغلة اللي يبداو مشتهيين عادة نقلقوا منهم في الصيف اما في الوقت هذا يبداو في الرطل متاع الفريز بألفين فرنك يعني الكيلو اربعة الاف غالي شوية الفريز هكا ولا اليوم هكا يعمل لي براسو هكا هكا قال لي ما نحكيش لي هاكم تشوفوا في الفريز واللي نعرفوه انه برشا توا نعملوا منه جو زيدا ايضا نكنجلوا منه في الصيف نستحقوا برشا للفريز في مناسبتنا والا وقت اللي يجيونا ضيوف والا احنا حتى في الفداء اه كنيس كان يسمح زميلي احمد خدري اه هو تراول تبارك الله ما شاء الله خيرات الكل موجوده كيف ما قلت لكم فما فن فما ابداع لجلب الحريف عسلامة اجا اجا نحكيو شويه بي آه التوت اللي شفناه بي التوت اللي شفناه قلت لي توت الحمامات ما تحبش تحكي بي مش مشكل اي تفضل بحذيه لا أنا يعني قاعدين نصوروا به مش مشكل هاكم قاعدين نتراو البوسعة كيف ما قلت منذ قليل بخمسة ألاف التفاح ما شاء الله بخمسة ألاف البردغين اللي نعرفه سيزون وبديت بديت توفا لكن فما ناس ما زالوا يحبوا هكا يأكلوا كعبة بردغين آه نلقاو بين ثلاثة ألاف حتى للخمسة ألاف هاكم قاعدين نتراو فيه أربعة ألاف التومسون, التومسون. فوالا ونلقاوه زيدا ب ألاف برشا يقول لك ليه مش موجود البرتقال لكن كي نشوفوا هاكا فما برشا خيرات ما شاء الله من البرتقال متوفره في لفايات في واحنا مازلنا واحنا على دخول الصيف نلقاو تبارك الله نجم نقولوا الغلال الفصول الاربعه موجوده ما شاء الله موجوده التفاح غالي شويه هكا ولا اما مش مشكل به البطيخه وكالعاده الروه ب 5000 آلاف الكيلو راكم قاعدين تتفرجوا تبارك الله غلا كما قلت ما شاء الله الدقله قديش؟ الدقله 8500 شكرا لك حنان القاسمي نعتذر بتبيع على انقطاع الريزو لكن خذينا فكره شافيه وضافيه نتصور على الاسعار والحقيقه برشا اسعار كيف ما قاعدين نقولوا هاكا نقولوا كلام وراء صوره زاده غله ب 5000 مش معقول بالمره بتبيعها تولي فيل بالنسبه لبرشا شريحه كبيره من الشعب التونسي. هوني احنا باش نحكيو ثقافه نختم بالثقافه يقعد الامل ديما في الثقافه بصيص النور نافذه النور هي الثقافه. سعيده بزوز ضيوف حاضرين معايا باش نحكيو على بخوجي الحقيقه مزيان على الاخر مشروع بيرفورمونس وسعيده مدام كريمه اول مره معايا كريمه بن مسعود صاحبه البخوجي هذه خليني نقول الاستاذه والفنانه كريمه بن مسعود. ود والى جانبك الفنان التشكيلي عابر للحدود انت عاد سي سامي الساحلي مرحبا اهلا عايشك. وسهلا بك مرحبا بك يا يعيشك دونك خلينا شويه نبدأ معها ليدي first نبدا معك عايشك. كريمه عايشك. البروجي هذية. تحت اشراف المندوبيه الجهويه للتعليم واحد تونس واحد, واحد, واحد. وتحتضنه المدرسه الاعداديه الجاحظ الكرام. الكرام. نحطوه في إطار وساعة المهر... المهرجانه تلمو مهرجانات. <applause> احنا عندنا المشاهد سابقه في مهرجانات بطبيعه تشكيليه وتظاهرات فنيه دوليه ووطنيه زاده منها اكبر معناها تظاهره وطنيه مهرجان ايلاف الدولي كنت مع كنا واكب ناس هناك. كنا في المهرجان. نقدم نفسي سأقبل كل شيء شكراً على الاستضافة يعطيك الصحة كريمة. آه كريمة بن مسعود أستاذة تربية تشكيلية وفنانة تشكيلية متحصلة على الأستاذية في علوم وتقنية الفنون آه دونك دور تونس كاملة كل مدرسة كل معهد وقريت حتى في التعليم العالي عندي بصمة فيهم آه الحمد لله بفضل ربي أنا نقول هنيئا اللي كنت الحمدولة. دور تونس كاملة لو هنيئا للتليم والطلبة اللي اللي أطرتهم واللي كنت عايشك أنت طريقهم بشي تحببهم في المدرسة أي. أي هما هما إذا تي موتيفي وين مو. الحمد لله يا ربي معناها م. يفو faut aimer باش انت ديما tu donnes le plus نجم نفهم انه هذيا باكوره هالمسيره هذيا حتى وكريمه نجم نفهم انه هذا تتويج المسيره كامله هي ينجم يكون تتويج وديما نقولوا معناها هي ديما من بين الحاجات اللي عملناهم الحمد لله جداريه ماهيش اول مره نعمله أيه. كل مره نعملوا في بلاصه معناها ماهيش اول مره أيه. هذه كانت متنفس للتلامذه نتاع الجاحظ أيه. وفما زاد شاركنا جميع المستويات ثامنه سابعه تاسعه فما زاد شكون تلامذه ذوي الاحتياجات الخصوصيه زاد حاولنا نشاركوهم أي. كانت معناها متنفس لتلامذ قبل الامتحانات تعرف لو 23 سمين بلوكي وستريسي مسكنات وكل أي. دونك كانت هذه سيت اون اوكازيون باش يعملوا فيها بي. هو صح شنو متفقين باش تكون مش كانت احنا, بقى احنا, بقى احنا نظرنا من احنا نظرنا وحضرنا ايه كل شيء وكل ايه شيء بقى ايه جوست معنا البراتيك ان شاء الله ايه لو تكون ان شاء الله باذن الله مشروع ان شاء الله بحضور الفنان سي سامي احنا نراو احنا ايه في مجموعه من الصور هايكا معانا دونك باش ايه فكره اكثر عليك كريمه وكيف كيف على سامي زوز يعني يجمعكم هالغرام وهالحب الفن التشكيلي هذية مساهمتك سامي في المشروع هذية وانت عندك بصمتك وعندك آآ معناها آآ تقاليد مع الرسم مع الجداريات زاده ومع الفن هذايا، دونك اليوم التعامل كيفاش باش يكون مع فئه عمرية خاصه اللي هي تقريبا تبدا من 12 سنه, سنة كنقولوا السابعه للنوفيام معناها تقريبا 14 سنه. سنة. هو الحقيقه الفكره يعطيها الصحه مدام بالمسعود الاستاذه اقترحت علي يعني الفكره انا نحب ان نكون مباشرين ديما نحب الحاجه المباشره يعني خاصه تكون هكا فيها الجديريات هذه والعمل البرفورمانس يكون المتلقي هو المساهم فيه خاصه أن يكونوا اطفال ويكونوا معناها شباب في مقتبل العمر ويكون عندهم طموح كيف اقترحت علي الفكره مدام بن مسعود الفنانه والأستاذة تحمست الحقيقة أن قمت بعدة أعمال كي من هكا حتى في الخارج خارج الجمهورية التونسية م. في فرنسا او في ايطاليا او في المغرب او في, في لبنان أي. يعني تحمست للمشروع خاصه انه فيه كما قلت لك يعطي تنفس للاطفال أي. والشباب ايوه ونحيله التوتر اللي حكيت عليه في, في اخر السنه هذايا انا ما قلتش لا قلت نطوع ونعمل انا بطبيعتي ما انا نحب الاعمال هذه كلها وانا كل نعرف حماسك ونحيي حماسك الحقيقه للمبادرات كما يعني و... راو فيك من خلال احنا راو فيك من خلال بعض الصور نتاعك من خلال بنات الافكار نتاعك هذه البرفورمانس في الطبيعه يعني الفنان اللي هو يحب الطبيعه ويحب يتحاور مع الطبيعه هذه لوحه في امريكا في في متحف في امريكا موجود للفنانين المتميزين أي. في امريكا وموجوده في المنجد لاروس بتاع الفن التشكيلي في العالم معناها الحمد لله يا ربي التوانسة موجودين في كل مكان أي تلقى من تونس اكيد الحقيقه مشرفنا خارج عايش. حدود الوطن فضلك. وكنت عملت معك انترفيو عنده عامين تقريبا, تقريبا في النسخه الاولانيه للماتينه نعم. هذه وحكينا على مشاركتك في لاس فيغاس وقد معناها بالحق يعني مهم نعم. برشا انه فنان يوصل للمرحله هذه من العالميه خليني نقول كريمه نرجع لك اللوحه المزمع رسمها الموضوع نتاعها شنو هي اخذينا احنا موضوع نتاع دي بيرسوناج معناها دي ولا تليمذا ولا اليني معنا جداريه معنا كامله هو الحيط طوله نتاعو تقريبا 20 متر على 2 متر اي بي يعني مساحه نعم مساحه معقوله واسعه باش نحاولوا نشركوا الماكسيموم تاع التلامذه فهمنا حتى مثلا هذوما تعبوا يجيوا الاخرين باش كل تلميذ تبدا عنده بصمه باش نهار اخر حتى كي يتعدى يشوف اه هاني شاركت في التظاهره هذه وتقعد وتقعد الاجيال الجديده تقعد لهم الموضوع باقي نحب نشوفوا الموضوع, الموضوع. خذينا احنا ديما ما نحكيو على الامل على الحريه على التواصل كانت الجداريه هذيا اخذينا مجموعه نتاع تلامذه ستيليزي معناها سامبليفي وكل شيء اه اه عاملين موفمون نتاع فرحه نتاع حريه فهمت امل نهايه السنه الدراسيه فرحه بالنجاح كما قال سي سامي إنت أيه. دونك هذه حبي حبينا معناها كما نقول نختموا السنه الدراسيه بالفرحه بالامل صحيح. بالحريه صحيح فنك. ونوثقوا هذه في لوحه جداريه الوان بنفسجيه أحكي... و س... أحكي لي عم تقنيات شويه سيمي معك دل دل يعني لانه يعني اليوم باش نسهلوا باش نبسطوا أيه. الصغيرات ونغرموهم ونخليهم ي... ينجز يعني تنجز اللوحه هذه شنو التقنيات المستعمله التقنيات هي بتبيع هي رسمه حقيقيه بتبيع التقنيه هي الالوان المائيه اللي تكون معنا قريبه برشا للاطفال أيه؟ والنجم يتعاملوا معها بسهوله اخترنا التقنيه المائيه ومعها ان بو اللي هو الاطفال خاطر متعودين مدام بن مسعود يعني هي بتبع استاذه تقرفهم في الماده هذه يعني عندهم فكره أي. آه شامله على على الالوان وعلى كيفيه استعمالها نحن باش نقربوهم للشيء هذا انتوا فيش باش يكون سي سي انت ومدام بن مسعود شنو دوركم معناها التحضير آه التجهيز الفكره أكيد. المشروع اما لوجور ما من نهار 20 شنو باش تعملوا بالضبط نحن يعني. باش نجهزوا الفكره كي باش معناها في امام الجداريه يعني تكون هي حيط ابيض يعني ونبداو ونحكي معاهم ونتحاوروا و ما عملشوا باش نجموا نعملوا آه الاقتراح اللي اقترحناه اللي فيه الالوان هذه الطفوليه وكل ونقولوا لهم راهو باش نعملوا هكا وكذا نحطوهم في الدخلهم في ندخلوهم ال... في في واقع الجداريه ونبداو نرسموا ونبداو نحن بالطبيعه نشرفوا عليهم ونحاولوا باش نصلحوا لهم ونحاولوا باش نأطروهم ونحاولوا باش نكون نعملوا كادرومون وكل شيء فما مرافقه يعني, بيبيع 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 الـ 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 يعني حضوري انا في كل مراحل سعود بالضبط باش تكون فما مرافقه آه في نفس الوقت هي تلقائيه مع التلقائيه هذيك الكلها نحن نرافقوهم ونشرفوا على الشيء هذايا ونحاولوا باش ندخلوهم في الموضوع ونخدموا المهرجان هذا اللي هو معناها مهرجان رسم ورسم بيرفورمانس يعني يعني هو حاجه تلقائيه وتكون موجوده على الواقع يعني قد أي. أي. قداش مهم اليوم التظاهرات كيما هكايا انه فرض وقت احنا نخدموا في حاجه نجم نحي من التوتر نجموا نخدموا بها نتوجوا بها عمل عام كامل وفرض وقت نجموا نكتشفوا مواهب زاده نتصور بتبيع. بتبيع بين قوسين صديقتي ايناس هيئناهم راهو نفسانيا للتظاهره هذه وشرفني سي سامي بحضور وزاد يعني معنا في الكلاس وكل دورنا عليهم هيئناهم راهو باش تصير هكا وزي تي تري موتيفيت نتصور نتصورهم وحتى لتوا انا عملت اون ليست بطبيعه باش ما يكونش نمبر كبير وكل ما التو نجي ما يسالش نشارك ما يسالش نشارك معناها يعني بالحق فرحانين ومتحمسين على الاخر موتيفي اصلا معناها هو هي فكره تاع فرحهم تاع تلقائيه هي ديجا عنوانها تواصل وحريه يعني الجداريه دي. تواصل مع الفنان اللي جاي خارج المدرسه الاعداديه وحريه الاطفال اللي هم باش يخدموا الخدمه هذه ويكونوا عندهم معناها تلقائيه ويكون عندهم حوار مع الاستاذه اللي هي استاذتهم وفي نفس الوقت مع الفنان اللي جاي اللي هو محترف اللي هو متعود على شيء هذا ياخذوا منه الخبره هذه مكتشفوا ممكن مواهب مكتشفوا حاجات انا انا ديما راني طماعه بين ظفرين للحاجات المزيانه بمعنى واني نحبهم يتعموا اليوم مدرسه يعني. جاحت غدوه وين نجموا نلقاو التظاهره هذه ونخدم هذا مشروع يعني. مكتوب ديجا عملته هو, هو المشروع هذا يعني. كان نقطة بداية بإذن الله وباش تكون م. نقطة تواصل مع مدارس أخرى ومعاهد أخرى علاش لي بتتحدث حتى مدارس متطوعين الشيء هذا متطوعين موجودين على ذمة ال... دوائر الكل نقولوا أكيد دي دي التربية والكل حتى الكليات يعني أنا ما عندناش إشكالية مع حتى ما في الشيء هذا نحن متطوعين نخدموا في تونس نحن نحن أولاد تونس ونخدموها بعرقنا ونخدموها بفننا ونخدموها بقلبنا يعني أيوه هذا ما ابناءنا فقط نذكروا بالموعد بعد الحضور والحضور الدعوه لشكون أه اللي هو ساعه 21 دعوه مفتوحه دعوه مفتوحه اللي يجي مرحبا بي للاهالي للاطفال و... بون المتفقد نتاع الماده يعطي الصحه شكري معناها باش يكون حاضر بالطبيعه المدير نتاع المعهد سي شكري زبوذينه باش يكون حاضر مم. ودعوه مفتوحه للجميع للجميع باش طيب. نعملوا افيش واللي يجي مرحبا بي خاصه انه الجداريه موجوده في الشارع <applause> يعني أنا حتى المرة, المرة ينجم المدرسة الكرم يعني موجودة معروفة هي الجائحة قديمة يعني يعني برشا يعني المدرسة يعني عندها معناها مكانة كبيرة برشا ونتصور إن شاء الله الطلاب يكون فما أمبيونس كبيرة برشا يعني نتصور <applause> <applause> يعني أنا نشكركم برشا <applause> بالحق <applause> معناها اليوم اللمة هذه هالجمع المزين هذه بين المحترف بين الأستاذ اللي تمارس وتقريبا من تلامذتها وبين التلامذات في جو اللي تحبهم وتحب تخلي لهم معناها يفرحوا في الآخر ويعطيوا ما عندهم يعني ويكونوا عندهم هكا ديفولمون في اخر السنه فرح و صحية، وامل صحيح صحيح كريمه اش تقول لهم تمتك باش يجيو؟ آه باش يكونوا حاضرين في الموعد باذن الله معناها سافا خان ان كرون ايفينمون بقدره ربي هما باش يتفرهدوا باش يشيخوا باش فما موسيقى جدا فيها يعني فما مرافقة, مرافقه مرافقه موسيقيه, موسيقية باذن الله دونك يجيو يلزمهم باش يجيو باش يعملوا ديفولمون يلزمهم باش يجيو باش يتفرهدوا باش يكونوا متايقين بعض الدفوارات الفرصه جميله جدا طيب الفرصه كانت لي انا هي جميله الحقيقه انه مررت الساعه شويه من اعمال كريمه لانه اول مره معنا تلفزيون على القناه الوطنيه الاولى وقديش نفرح وقت اللي راو هالاعمال هذيا والحماسه اللي وراهم وان شاء الله موفقين وتكلل بالنجاح شكرا لكم شكرا يعطيكم الف صحه احنا هكا نوصلوا للختام الموعد نتاعنا اليوم احتفلنا بشكل خاص بمهرجان مايو اللي ينطلق نهار 18 بالكيف باش نشوفوا الاوكليتين وصلوا ونشوفوا البرزقين خاصه على الطريقه الكافيه فضل إنيس حضرت دبارة اليوم أنا باش نعطي في ساعة المشاهدين نتاعنا حضرت عملت الخبز الفخسي هذا اللي قلنا عملت الفخس نتاعو بالحم المفروم والخضرة والجبن طيبناه على المقلة من بعد من بعد كي نجموا كل واحد ياخذ ولا نقصوها ويبدا في وسطها الفخس من الداخل أيه؟ هذايا البان فخسي اللي حضرناه وعملت لهنا هذيا التارت الحلوه، قلت مادام موجودين موجودين فروي روج آه نجموا نتمتعوا بهم اي، عملت التارت، عملت لوتا الكريم، عملت من الفوق كريم شانتي، وبعد زينت آه شويه فروي روج، واللي ما يحبش فروي روج، خاطر مش لعبة كل اذواق هي لهنا، خاطر فما شكون ما يحبش يقلق روسيه. كل واحد بتبيعه. 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 احنا قلنا احنا الباز نتاع التارت والكريم طيبناهم مع بعضنا برشا مرات، مم. اما حبيت نعطي اللي بنفس الغوسيات كيفاش كل مره نجموا نوعوا في الحاجه الحلوه الديسير نتاعنا. هكاك ناخذوا افكار وما نحيروش تري بيان دونك هذو حاجات اللي تقترحوا علينا شيف صابرين اليوم الخبز سخون يشهي الخبز والتكستور نتاعو طريه اي طريه وهشوشه وخفيف زيدا معناها ما فيش برشا البيبه هكا ولا تلقى روحك في صح ايه ايه <ت Haro> اي باهي باه للناس اللي تحب هكا شويه تحافظ على التوازن نتاعها يلا قولي لي لطيف حضر البرزقين حضر البرزقين دونك عملنا لي عندي دي ميساج توا نقرا فيهم في الاوف يقولوا لي محلاها جبتها آه ضيفتكم هي جبتها هي بكلها هي البرزجين <applause> كلها محلها ضيفتنا قولي يحل ايامك ويحل ايام بيعيشك. المتابعين يعيشك نتاع الاذاعه التلفزه الوطنيه واصدقائك اكيد اللي يتابعوا على الصفحه الشخصيه أي. دونك الحليب غليناه صفيناه كما قلنا كامل الدسم أي. زدنا عليه قد الحليب قد الصوص اللي بقات معنا هاك الماء والكليل ونكيتة الملح ما زدنا عليهم حتى شيء نفس الدوزاجه اللي ناخذوها نفس الدوزاجه حليب وماء أي. نزيدوا عليهم الزبده العربي أي. نورمالمون ايترا حليب عليها تقريبا ايترا من جو هذاك نتاع الصوص اي, أي. أه باش ما يبقاش شكل لي الكليل ونزيدوا عليهم 100 جرام زبده عربي تخلطوهم سر البرزقان للعباد اللي بالحق معناها يحبوا يتعلموا الوصفه على اصولها. آه نفى هما يقولوا باللغه الكافيه نفى آه سكر. اه في الاخر بالكل. هذيك اللي تخلي البرزقان مالقري اللي الراوة دسم ماهوش دسم وكي ناكلوه ما يقلقناش ولي بورسيون انا يعني عملت هذايا بورسيون كات البورسيون كل انسان تعبي له صح التبسي الصغير نتاعو يروح بيه مكملو ورغم اللحمه كبيره ورغم كل شيء فيه معناها جينيغو غو وعلى الحقيقه معناها من البنه هذه بالجارانتي البنه وحده تخليك تكمل صحنك وانت اول حاجه قلت لنا لطيفه قلت هذه كي قبل يعني يطيبوه للي يروحوا من دونك يروحوا تعبين منهكين وجيعانين دونك باش يرجعوا هو طاقة على فكره مش يروحوا مفهوم. هو احتفاليه الحصاد هذي هو في العاده عمار يتحفنا بها في كل سنه في المهرجان يحكي لنا على احتفاليه الحصاد، وقت اللي يمشيوا الحصاده نسيت طيب على هامش الحصاد البرزجين هذايا ويتقدم للحصاده وهما ما زالوا خلال اليوم هذاك نتاع العمل، آه على فكره باش نكونوا واضحين فيه كطبق راهو في الاصل البرزجين الاصلي القديم البربري الامازيغي يتكون من الدقله الكسكسي الزبده والحليب السكر والملح فقط آه والحم بالطبيعة على الطريقة هذه طريقة الطهو لم تتغير الإضافة اللي صارت مع من عند الأتراك وهذه الناس اللي معناه يتبعوا تراث المطبخ التونسي يعرفوا اللي فعلنا أكلات آه آه مأثر فيها مثلا تأثير أندلسي وفما أكلات تأثير تركي أيوه. دونك هذه التأثير التركي اللي أيوه. هو إضافة الفاكهه هذه صابرين هذا حكينا فيه في رمضان حكينا في رمضان كيفاش في رمضان رمضان انا ايه. برشا ماكله تشبه الماكله في ايه. تركيا والاسم ايه. يتبدل ولي زانغريديون بعد هو مش تشبه راهو هما عباد هذو محتل وانا في فتره <applause> ما اي اثروا فينا دونك خلينا وانه فما التشابه كيما البريك وقتها ايه. ثقافه وعديد والعديد من الاكلات التركيه والاندلسيه فما الفارسيه فما عندنا العديد من احنا خلينا نشوف مرحله الاخيره كيما قلت لك انا خذيت من عند نساء هي نورمالمون سي انديفيديويل انا عملت بور كات بيرسون هذا راهو كبير معناها هذا يهز متاع اربعه من الناس وحطيت كوميم لحمه واحده اللحم هاو طاب حاضر كما حكينا عليه قبيلة اللحمة لازم تكون كبيرة هذيك هي عادات جدود قبل ويذبحوا العلوش بذمة البرزقال دونك وياخذوا أحسن لحمات فيه وكسوس اللي قاعدة تنسقيوا بها كيف احنا نسقيه ندوروا باش ناخذوا معناها هو فيه في العاده اربع جوانب يعني اربع آه انواع نتاع فيك انا كما قلت لكم اخترت فما شكون يحط انواع اخرى من الاغلبيه هذوما الفاكهه المستعمله آه ما نسيناش اللي احنا حطينا الفاكهه المهرشة آه في عملنا الطبقه الاولى حطينا الدقله معناها غنيه الداخل فما طبقات زاده من فما طبقه مم. طبقه كسكسي طبقه فاكهه مهروشه معاها شويه دقله أربع و... ومن بعد نعملوه فورمه كيف هكايا ونزينه يبدا وكيفاش يبدا من بعد معناها كي تسقيه يبدا كعبه بكعبه في الاخر يشرب نخليه يرتاح نخليه يشرب يبدا هو تريف يتاكل سخون ويتاكل فما عباد ياكلوه اي دوزاج نتاع الحليب كيفاش كيما قلت لك كيما قلت لك يلزم هو من المستحسن نستهلكوه سخون وانا لاحظت مؤخرا بما انه احنا المهرجان هذايا قاعدين نشاركوا فيه منذ سنه 2016 وجمعيه مم. نكهه بلادي خذات على عاتقها الترويج لاكله البرزقان داخل ارض الوطن في مختلف في الولايات وهزيناه وشاركنا به عملناه في الحمامات عملناه في بنزرت عملناه في صفاقس ولاقى طبعا هو من الاطباق اللي شهرته عالمية والناس ايه ترغب ايه فيه وتتوجه ايه لمدينة الكيف خلال مهرجان عيد مايو باش تذوق احنا دوك لهم مهرجان مايو هذا شاركنا به شاركنا به في, ايه في العديد من الدول كما ايه تركيا والمغرب بس ايه هنا ايه عندنا فرنسا الجزائر امستردام عندنا ايه سلطنة عمان عندنا مصر أيضا باش يطيبوا البرزكيت باش يكون فما مجموعة من البلدان العربية وحلول عرب باش يكونوا حاضرين ويذوقوا البرزكيت الكيفي نشكركم الله لطيفة يعطيك صحة وتعلموهم اي نعم نعلموهم البوزقين على قواعده وعلى اصوله شكرا لك لطيفة ان شاء الله منورين ان شاء الله بالكش نجيو بحذاكم في المهرجان هذايا ونواكب فعالياته شكرا لك شاف صابرين يعطيك الف صحة اليوم كان ضيفتك ونستك اليوم في الكوزينة ونستنا احنا زيدة لا حتى تعرف مرحبا بك لاتيفا يلا احنا هكا نكون وصلنا لختام العدد نتاعنا بالنسبة لليوم حبينا اللقاء يكون خفيف حبينا نجيو على مجموعة كبيرة من المواضيع اهمها كانت حركية ثقافية احتفينا بها بها وثمنا برشا حركيه في كل الجهات التونسيه غدوه يجدد معنا الموعد نشكر كل الفريق التقني فريق الاعداد ونخص بالذكر سونيا بالعمل اللي كانت مخرجتنا لتحفونا اليوم اللي ونستنا واللي كانت في تعويض لزميلنا رشاد الصالحي نشكركم برشا نتقابلوا في موعد جديد غدوه ان شاء الله